يلا ونبلش. نرجس تفضلي. ايه مسيو، واضحة عندك السؤال؟ واضح ولا بكبره شوي؟ استاذ فيك تبعته واتساب؟ اوكي يلا دايما. طيب في عندك في عندك الظهر مشكلة بالصوت. شوفي عندك انت، شوفي لانه هون عم يسمعوا. اوكي، مش الحال بالنسبة للصورة. تفضلي. Le circuit suivant de document 1 est constitué oui. d'une pile de 4 lampes, 3 multimètres et d'un oscilloscope branché en borne de la lampe L3 ou la L1. L4 هيدا دو لامب L4. Lorsque la sensibilité verticale de l'oscilloscope est 5 volts par division, on observe sur l'écran de l'oscilloscope l'oscillogramme du document 2. Les lampes L2 et L3 sont identiques. Données. L'ampèremètre A indique 2 ampères. Tandis que l'ampèremètre A1 indique 0,5 ampères. Le multimètre branché aux bornes de L1 indique 2 unités SI. Première question. Recopier le circuit du document 1. Un circuit qui est عندك هون بدنا نرجع نرسمها من جديد على الورقه عندك على الدفتر وبعدين شو sur votre feuille de réponse et ajouter sur le diagramme le sens de courant, le sens de courant principal et le sens de courant dans les autres branches. Par exemple, nous sommes le sens de courant. طبعاً دائماً le sens de courant passe من وين لوين يا ريحانة؟ ريحانة وين صرتي؟ استاذ مش الحال. طيب بدنا السنس دو كورون حطيتي من هون من البيل ال ان دون لا برونش بي ان ديريج دو بي فير ان، هيدا الكورون برينسيبال اللي سميناه اي. ترافيرس لا برونش، هاي البرونش لهون بينزل الكورون بكفي بهالاتجاه بعده اي. هون il se divise à partir de A en deux courants. هون عندي اي وهون عندي اي، خليني اسمي هاي الاي اللي هون هي اي 2 وهي الاي اللي هون هي اي 1. هو السونس دو كورون، بعدين بيتجمعوا اثنيناتهم سوا وبيطلعوا بيرجعوا اي لهون وبفوتوا بالبيل اي، يعني الكورون يلي بيطلع من البطاريه بيرجع بفوت فيها هو زاده نفس الكورون. فاذا هاي البارتي اه خلصناها. ايش الحال؟ هلا هذه ا ما في غيرها ا 2 ا اي بي 2
فإذا بروميرمون ان سنس دو كورون اشتغلنا. دو هلا حنشتغل احنا وياكم. احنا ومين حنشتغل الثاني؟ نحن وريان. ريان عبود. ايه ريان عندك ميكرو؟ ريان شلهوب او ريحانة شلهوب؟ ريحانة. يلا ريحانة. دو دو انا observe le document ان الملتيمتر برانشي او بوند ال ان. فاذا حطينا ملتيمتر او بوند ال ان هذا الملتيمتر يلي هون. اوكي حطينا هذا الملتيمتر. اوكي عم بيقلنا بالاول سؤال شو؟ Indiquer le mode de fonctionnement de ce multimètre. كيف عم يشتغل هالملتيمتر؟ هل عم يشتغل امبيرمتر ولا فولتمتر؟ امبيرمتر. Pourquoi? Comment est-il branché? Série ou parallèle avec la lampe L1? Parallèle. برافو. طيب اذا باراليل بيسوى نحط الامبيرمتر اون باراليل؟ لا لا. فاذا فولت متر. صح. فاذا لو ملتي متر لو ملتي متر فونكسيون en voltmètre. On va travailler qu'à voltmètre. OK. Deux. Pardon. Donnez le nom de la grandeur physique mesurée par ce multimètre. Indiquez l'unité SI correspondante. OK. شو اسم الجروندور فيزيك اللي عم بيقيسها هيدا الملتيمتر؟ شو بيقيس الفولتمتر؟ الماس للكورون. شو بيقيس الملتيمتر هيدا اللي حطيناه كفولتمتر؟ شو بيقيس؟ ما بيقيس تنسيون؟ بلا التنسيون للكورون. إذن il mesure la tension du courant. لا la tension de l'appareil يعني de la lampe L de L1 de la lampe L1 عم بيقيس التنسيون تعيت ال L1 صح؟ شو الإنيتا اللي عم يستعملها هون؟ عم بيقول لي SE تنسيون بالسيستم انترناسيونال. شو الإنيتا اللي لها؟ L'unité de la tension. Symbole la LAV. En volt. Check. Il mesure la tension en volt. Okay. Ryan Aboud. Estas. Yalla, Ryan. Un café? Fadda. Hala, trois. Calculer la tension aux bornes de L4 visualisée par l'oscilloscope. Visualiser, منقول. يعني اللي عم نشوفها. OK. فإذن, calculer la tension aux bornes de L4. Tension تاعت L4. يلي عم نشوفها par rapport à l'oscilloscope. أو par l'oscilloscope. أيها, tension continue مثل ما ملاحظين. هذه التنسيون كونتينيو عم نقيسها بواسطه هذا الملتيمات. قد ايه قيمتها؟ قد ايه الفالور لها؟ هي التنسيون حاطين احنا اوبوندو ال 4 صحيح؟ هي ال 4 هي حاطين الماس من جهه الموان مثل ما ملاحظين والانتري من جهه لو بلس يعني طالع الليني مضبوط لفوق مثل ما لازم يطلع. قد ايه التنسيون يلي عم بقيسها؟
هو عم بيقيس طبعا لا تنسيون او بورن دو ال 4 حسب ما قلنا صح. هو عم بيقيس التنسيون او تاعت ال 4. شو بتساوي الاو تاعت ال 4 حسب الاوسيلوسكوب يلي عندك هون؟ يلا استاذ. نعم. بدي اسالك كل كارو قد ايه؟ هون بتشوفي السنسبيليتي، ليكي وين السنسبيليتي؟ قايلنا السنسبيليتي هي 5 فولت بار ديفيزيون، هي ليكي وين؟ هون، هي التونسيون 5 فولت بار ديفيزيون. قد ايه التونسيون يلي عم بيقيسها؟ مذكرة هاي الرق اللي بتقول U إيجال Y فوا S V ايه استاذ ذكرتها. اوكي ال Y قد ايه هون؟ Y 5. لا ال S V هي 5. ال Y سي لو نومبر دو ديفيزيون، عدد الديفيزيون الموجودين هون ابارتير دو سنترال ميليو. كم ديفيزيون عندك؟ دو ديفيزيون. دو ديفيزيون من خلال شاشة شاك، فإذا دو دو فوا شو؟ دو فوا 5 إيجال 10 فولت. دونك سي لا تونسيون اللي قال لي كالكولي لا تونسيون أو بون دو ال 4 فيزواليزي بار لوسيلوسكوب. جاوبنا عليه. طيب ننتقل على ال 4. علي شبلي، شو علي؟ ماشي الحال؟ نعم استاذ. بدنا نكفي يا علي. يلا. كاتر. ديتيرميني لي تونسيون او بورن دي لامب ال2 و ال1. نومي لا لوا اوتيليزي. بدنا نجيب التونسيون تاعت ال2 وال3، يعني التونسيون تاعت هيدا اللي هون شايف وين؟ وهيدا اللي هون، بدنا التونسيون لإلهم. وهن كانوا شو ال3 وال2 وال3 هن ايدنتيك، انتبه هن ايدنتيك يعني مثل بعضه. فنستعمل عدة الوا. عندنا نحن ال U A B هي ذاتها ال U تاعت مين؟ تاعت ال L 4 يلي هي 10 فولت. اللي ليش؟ كار شو؟ بونجور استاذ، هلا مش الحال. ايه برافو، مش الحال بتول. استاذ فيك تعيد لانه قطعش الصوت. ما إيه؟ كان طالع عندي الصوت. مش الحال هلا مش هيك؟ طيب. عم بقلنا اول شيء لنعيد بشكل سريع، اول شيء بدنا نرسم السونس دو كورون دون لو سيركوي. بعد ما نرسم السيركوي عندي السونس دو كورون بيطلع من البلوس بفوت بالموان. رسمناه هون بهذا الشكل لهون وهون لهالجهة، هون بيتقسم بيكون ماشي هو ذاته لهون، بيوصل للأو بنقسم لقسمين، قسم بفوت بهول وقسم بفوت لهون. بعدين قال لي كو ميزور لو فولت لو ملتيمات، هذا الملتيمات شو عم بيقيس؟ بما انه محطوط اون باراليل اون ديريفاسيون مع اللومب ال 4 الميزور لا تونسيون او بون دو ال 4. شو الانيتي بالسيستم انترناسيونال للتونسيون؟ هي الفولت، هيدا اللي قلنا. هلا بده التونسيون ميزور دو لا تونسيون او بون دو ال 4، قد ايه التونسيون تاعت ال 4 من خلال الاوسيلوسكوب لانه واصلين ونحن على الاوسيلوسكوب هي ايغريك فوا اس في افيك ايغريك ايغال دو ديفيزيون فوا 5 فولت بور شاك ديفيزيون، يعني السنسيبيليتي فيرتيكال بتطلع عندي 10 فولت. Question 4 عم بيقول déterminer les tensions aux bornes de L2 et L3. Nommez la loi utilisée. À des tensions aux bornes de L de lampe L2 ou L3.
هلا تنسيون تعيت الأ بي هي ذات التنسيون تعيت الال كاث لانه اون باراليل معه مش هيك؟ أ بي كار ليبورن أ اي بي سون اون ديريفاسيون يعني لي زاباري هون ال أ اي بي يعني عم نحكي نحن عن ال ال 2 ال 3 انسومبل اثنيناتهم سوا هو اون ديريفاسيون avec L4 او شو اسمها هيدي L4 صحيح فاذا ال L2 وال L3 اثنيناتهم سوا اون ديريفاسيون مع ال L4 فاذا التنسيون لل L4 بتساوي التنسيون لهم اثنيناتهم سوا طيب مي دابري لا لوا داديتيفيتي دو كورون دو تنسيون لانه اون سيري اللي فوق دابري لا لوا d'additivité de tension استاذ فيك تبعت على الجروب لهيدي الباج ايه بس نخلص مش انا بعت الصوره كسؤال d'après la loi d'additivité de tension شو عندنا u de l2 plus u de L3 égal U AB يلي هي 10 فولت بس عندي انا ال L3 وال L2 مثل ما قايل اللي فوق لاحظوا هون سون ايدونتيك لانهم ايدونتيك بتوزعوا التنسيون بالتساوي بين بعضهم فاذا مي L2 وال L3 سون ايدونتيك لأنهم إيدونتيك فإذا U تاعت ال L2 إيجال ال U تاعت ال L3 إيجال 10 سور 2 كل واحدة بتاخد النص إيجال 5 فولت فإذا كل واحدة منهم بتاخد 5 فولت هي الوادة ديتيفيتي دو تنسيون ليش استعملها الوادة ديتيفيتي دو تنسيون لأنه أون سيري لأنه ال L2 و L3 سون اون سيري هلا 5 5 مين بحب يطلع يشتغل معي 5 استاذ جو بو مين نرجس تفضلي نرجس déterminer la tension au bord de la pile اوكي هلا بده التنسيون تاعت البيل بطارية يعني بده اي بي ان انا علمتكم على طريقه اي بي ان شو بتساوي يلا ريحانه اي بي ان شو هي بتبلش بالبي وبتنتهي بالان اي بي ان اي ات ايجال Je peux? Oui, essayez. UPN est égal UPA Ahsanti. Plus UPB Là, UAB. Ah, ok. UAB Plus U UB Plus UBN خلاص, خلص. بلشنا بالبي وانتهينا بالان اوكي فاذا اوكي U, لاحظ يو بي ا بلس يو ا بي بلس يو بي ان هولهم طيب اول شيء بنكفي تفضلي يو بي ا شو بتساوي شو بتساوي اليو بي ا استاذ فيني اقول لك شو بتساوي ايه تفضل بتساوي هي
بالبي والا شو في مش ال 4 ليك التونسون اللي عم بيقيسها مين عم بيقيسها الفولت متر فاذا هي دو فولت فاذا ايجال دو فولت بتساوي يو بي ا يو بي ان يو بي ان طب خلينا نجمعه بلس يو ا بي شو بتساوي يو ا بي يو بي ا يو بي ان يو بي ان لا شو عم تعملي انت شو عم تجمعي عندك يو بي ان هي يو بي ا بلس يو ا بي بلس يو بي ان بس اليو بي ا هي الاي بين البي والاف عندي تطلع ديس الاب مزبوط يو ا بي هي ديس احسنت فزان بلس ديس بلس يو بي ان شو بتساوي زيرو احسنت ليه فيل دي كونكسيون برافو لانه فيل دي كونكسيون فاذا بتطلع التنسيون للبيل ايجال 12 فولت فاذا يو بي ان ايجال 12 فولت هاي ديتيرميني لا تنسيون او بون دو لا بيل ديتيرميني لي كورون ا ترافير des lampes L2, L3 et L4, nommer les lois, la loi utilisée. Pas de tension, mais L2, L3 ou L4. Je mets en hall. OK. Ou déjà déterminé. Je mets en hall. Je mets en hall. Est-ce que la loi est la Unicité de courant. Unicité de courant, ils avaient un jib et le courant. Alors, déterminer le courant, un jib, la tension, tu es, on va dire le courant. Unicité de courant, là, ma bécoule, un des séries. Ok. Monsieur Hal. Alors, ma un des séries, Anna, check, un des ramifications. L'écoute le courant, les mères, on y est, ou elle, on peut mettre un, on peut mettre un dé. L'ampèremètre A indique 2 ampères. Ou l'A1, 0,5 ampères. Fais un haïd al-A, bimarrik, 2 ampères. Ou l'A1, haïd al-A, bimarrik, 0,2 ampères. Haïd al-A, bimarrik, U2. Adé, U2, b'tsa, ou haïd al-Makloub benni. Ou Makloub benni, alf l'I, bil lampe L2 ou L3. أول شيء الـ E principal هو 2 أمبير دوني بار إيبوتيزا هلا عندي E للامب L2 هي ذات الـ E للامب L3 إيجال 0.5 أمبير ليه لأنهم أون سيري هاي بنسميها لوا دونيسيتي دو كورون طيب بيرجع عندي الكورون يلي مارق بالالكات يلي هو اي 2 عندي اي ايجال اي هي سميناها نحن اي ان يلي هون اللي مارقه بالال 2 وال 3 سميناها اي ان اي ايجال اي ان بلس اي 2 هيدي اسمها لوا داديتيفيتي دو كورون اون ديريفاسيون en dérivation. Faisant 2 égale 0,5 plus I2, ou mon jibel I2 bel hali égale 2 moins 0,5 égale 1,5 ampère. Aide l'intensité I2, hei zeta. يلي مرقى بالL2 وهي ذاتها اللي مرقى بالL3 لأنه أسري
égale 1,5 ampères, car L2 et L3 sont en série. هيك بنكون اختصرنا كل شيء اخذناه من الاول لهلا كاوسيلوسكوب وكفولتمتر وكامبرمتر وكسيري وديريفاسيون بالكورون كونتينيو بنكون خلصنا هيدا الدرس. بيبقى عندنا تكمله التنسيون التيرناتيف سينوزويدال يلي بلشنا فيه بس بعد ما استكملناه كله بعد ما حلينا اكزرسيسات. استاذ نعم بعد في شيء مش عم بقدر ميزه بس بتستعمل الوا ايه ما عم بقدر كتير انه اعرف لمين فهمت؟ مش كتير عم بعرف انت بدي احط هالوا ايه ليكي شو لما بيكونوا سري فعندك دلوا رح تحط لك اياهم هون على السريع لتنتبهي لهم منيح كل مره اوكي بس يكون عندك اباري محطوطين هيك اوكي لنفترض انه هي اباري سواء كانت لمبه او غير لمبه بس يكونوا محطوطين بهذا الشكل مثلا هذه لومب ال1 وهي لومب ال2 باي شقفه من السيركوي نعم انا رجعت فتت من تليفون ثاني كرمال تليفوني ابصر شو صار له اوكي ما في مشكله بكل حال انا رح سجل عم سجل عم بعمل لها ريكورد ورح ابعث لكم اياها مثل ما هي طيب فاذا اذا كنت شايفي هذا الشكل هون هودي سيري مع بعضهم اوكي هول اون سيري اون سيري في عندك دلوا لوا دو تنسيون يلي بتقول لك انه لا تنسيون اي توتال لنقول ا بي هي الطرفين الاساسيات اللي لها اي ا بي هن الاي لللامب الاولى بلس الاي لللامب الثانيه هول لوا بنسميها لوا داديتيفيتي دو تنسيون لانه اون سيري بينما الكورون اي بيكون هو ذاته الكورون يلي مارق باول وحده وهو ذاته يلي مارق بالثانية هاي الوا دونيسيتي فاذا هون عندي اديتيفيتي لانه عم نجمع نحن هون اديتيفيتي دو تنسيون هاي الوا اديتيفيتي دو تنسيون هون الوا دونيسيتي الانتنسيتي هي يونيك هي ذاتها يونيسيتي دو كورون هلا لما بتشوفي هذا الشكل عندك لامب هون مثلا وعندك قبالة من جهة تانية لامب تانية هون صار عندك ديريفاسيون هذا الكورون الأساسي وهذا بيمرق فيها اي ان بيمرق بالال ان وهذا اي دو بيمرق بالال دو واثنيناتهم بيتجمعوا بيرجعوا بيطلعوا من اثنين سوا هيك هون بكونوا اون ديريفاسيون او اون باراليل اون باراليل في عندي كمان دو لوا لوا دونيسيتي هون بتصير يعني هي ا بي هون هي الاي ا بي لانه اون ديريفاسيون هي الاي دو ال1 وهي ذات الاي دو ال2 هون بيتبادلوا صارت التنسيون صارت يونيك هي ذاتها هي بنسميها لوا دونيسيتي دو تنسيون اون سيري اون باراليل دونيسيتي دو تنسيون بينما الاي هي ايغال اي ان بلس اي دو هي بنسميها لوا داديتيفيتي دو كورون بدنا ننتبه فإذا بين سيري وبين باراليل. ايه اوكي استاذ فهمت ميرسي. اوكي اهلا وسهلا يعطيكم الف عافيه. بنلتقي ان شاء الله المره الجايه ببعث لكم لينك وبنلتقي هلا برجع ببعث لكم اللينك تاع الريكورد وبتحضروه مره ثانيه لحتى نستفيد يعطيكم الف عافيه. ميرسي استاذ. اهلا وسهلا تكرم. Bye.
باي.